اليوم ويانا الشاعر والإعلامي عباس الفريجي. حياك الله يا عباس ونورتنا. محمد وعلي محمد، حياك إن الله شاء الله. وأهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا. فكرة البرنامج حتى السادة المستمعين المشاهدين طلعونا عليه، إنه لكل حرف من اسم البرنامج عندنا سؤال ومحضرينه، وجاهز يا عباس حتى نبلش بالأسئلة؟ أكيد جاهز، إن شاء الله جاهز. عندنا حرف الطاء، كم سنة في مجال الإعلام وكذلك الشعر وماذا حقق عباس الفريجي؟ تقريبا بداية متفاوتة بين الشعر والإعلام، وقريبة نوعا ما، لكن كانت نعم. البداية الأولى بالشعر الشعبي، يعني من 2009 تقريبا بالشعر الشعبي، والإعلام نعم. 2011. يعني تقريبا نقدر نقول أكو تفاوت بين الفترات، لكن بصورة عامة أكو تقارب. فالشعر نعم. بال2009 والإعلام بال2011. وبالنسبة اللي يعني قدم عباس الفريجي، فالجمهور يعني هو يحكم بهذا الموضوع، لكن يعني كجوائز أو يعني مهرجانات، مؤتمرات، برامج، كان لها الأثر الواضح في محافظة البصرة وفي العراق بصورة عامة. يعني الحمد لله، شكر رب العالمين. كان آخرها هو حصولي على أفضل شخصية ضمن 100 شخصية لعام 2019، بالإضافة نعم. إلى حصولي على أفضل شاب ناشط في عام 2014، كذلك في 2015، وأيضا في 2016 أيضا شاركت في مسابقة للحج الشعبي وحصلت على المركز الرابع، وأيضا في 2014 شاركت في مسابقة للقصيدة الحسينية وأيضا خذت من 10 الأوائل. فهذه كل جيد المنجزات يعني بشكل مختصر أنه جيد. تعد مفخرة يعني لأي شاب اليوم عنده طموح، ولكن إن شاء الله أكيد القادم أفضل وأقوى وأكثر إن شاء الله. ان شاء الله. وننتقل للسؤال الثاني اللي هو حرف ميم. خلينا نتكلم عن التسامح. اذا شخص اليوم اخطأ بحق عباس، الى اي درجة ممكن السامحة؟ نعم، نسبة التسامح هي عالية جدا، يعني تتجاوز 80%. نعم هاي العشرين لها سبب، نعم لأن مرات أكو إنسان يخطئ بحقك ما تتوقعها من عنده، يعني يخطئ بحقك، نعم فلذلك شوية تراجع حساباتك تجاهه. يعني كان يكون أنه تنطيه ورنينج، يعني تحذير زين أو تنبيه، فبنفس الوقت أنه تسامحه. يعني هاي ال20% هم بها كلام، هم بها كلام، لكن تمام كتسامح 80% بشخصيتي تقريبا، جيد. واعتبرها نسبة عالية يعني. لا بقى. خلينا ننتقل لحرف التاء ونشوف شنو سؤالك. يعني سؤال حرف التاء بالنسبة لموقف ما تقدر تنساه، سواء هذا الموقف كان إيجابي أم سلبي. موقف في عام 2012، نعم 22/5 تقريبا، هذا تقريبا يعتبر نقطة تحول في حياتي. ليش؟ نعم لأنه شاركت في مهرجان قطري على مستوى العراق، وهذا نعم المهرجان حققت به الشيء اللي أنا كنت منتظر أنه أحقق به هذا المطلب. فبالتالي صار نقطة تحول بحياتي، وأعتقد هو كان البادرة الأولى لوجود عباس الفريجي على الساحة الشعرية. خلينا ننتقل لحرف الميم ونشوف شنو سؤالك. حرف الميم، حرف الميم يقول قصيدة صاحبة فضل على عباس الفريجي، ومن هاي القصيدة انه عباس الفريجي يعني ظهر في المهرجانات، اذا ما هي القصيدة اللي صاحبة فضل على عباس الفريجي؟ يمكن اكو علاقه وطيده بين جوابي على السؤال اللي السابق والان جوابي اللاحق. يعني اللي الان عطر الامام الحسين قصيده كبيره، يعني كان لها الاثر الواضح في انطلاقتي، بالاضافه الى هذا الموقف اللي تحدثت لك عنه. قصيده نعم عطر الحسين كانت بنيه عباس الفريج، بحيث انه اذا واحد يسلم عليه في جمعيه الشعراء الشعبيين يدخل بالدخول مالت القصيده ويسلم عليه، فكانت ايضا لها الاثر الواضح، اسمها عطر تمام الحسين. ماشي. دخولها يقول: اشم ريحه الله من نطب الحسين، وانا احجيها واقع لا تعد كفره، واحس بصمات حيدر تضوى على الشباك، يلم بدموع كل من يعتني الحضره، وقبل الله لا ادخل انا استرجع الخطوات، وعلى كل الضريح تطول النظره، لا بل اخطات استرجع الصفنات، ورد ال61 للهجره، الى اخر القصيده، موجوده الله. ايضا باليوتيوب. خلينا ننتقل للسؤال الخامس وحرف الحاء. خلينا نشوف شنو سؤالك يا عباس. كيف تتعامل مع أعداء النجاح؟ اعداء النجاح احبهم، اها تدري ليش؟ ليش؟
ليش؟ اي احبهم لان راح يضاعفون نجاحي. اها نعم، جميل. فلذلك انه احب ما يكثرون الاعداء، ايش ما انا يعني اكون يعني لربما مو شوكه، انا ما اتحدث بهذه اللغه، اكون ورده وتبث بالعطر الجميل عليهم يعني. السؤال السادس اللي هو حرف الباء، خلينا نشوف سؤالك رايك؟ يا عباس، كيف ممكن تتخلص من العادة السلبية اللي موجودة عندك؟ تكلمنا شوي حتى نستفاد من الله عندك. يستر. ماشي. عباس اسمعني. بالإنسان، بطبيعة نعم الإنسان، كثير من العادات السلبية من ضمنها العناد، العصبية، نعم قد تكون التدخين، يعني الله يبعدنا، أنا ما أدخن الحمد لله. احمد كثير الله. من العادات السلبية اللي موجودة بداخل الإنسان، لربما قوة الإرادة، وايضا يعني سلاح الاصرار على فت قضيه معينه انه انا لازم اخليها ببالي، قد يكون هي انه الثقه بالاخرين. هي مو عاده أها سلبيه، هي طبعا هي الطيبه الواضحه، زين، اللي تخلي الانسان يثق بالناس، لكن نعم بنفس الوقت لابد انه يضع حد لهذه القضيه، لان ربما المواقف هي اللي تكون كفيله بهذا الجانب. نعم فهمت. فالعاده السلبيه ربما انا يعني قد تكون انه اتخلص من عتها بدراسه، بوضع منهجيه معينه، انه هاي الدراسه كيف اراجع حساباتي، الهفوات اللي انا ادخل اصح، حتى تمام لربما استفيد من تجارب الاخرين. فقد جيد تكون اول نقطه وضع منهجيه، ثانيا الاستفاده من تجارب الاخرين، ثالثا والاهم هي قوه نعم. الاراده والتحدي على تجاوز هذه العادات السلبيه. قوة الإرادة، أرجع أكررها لأنه ما سمعناها، قوة الإرادة. هي الأهم. نعم. أها طيب، خلينا ننتقل للسؤال السابع اللي هو حرف التاء المربوطة، مدينة تحلم في زيارتها والسبب. والله إن شاء الله، إن شاء الله إسبانيا، يعني إن شاء الله إسبانيا. ليش أروح إسبانيا هناك، عندك؟ أروح هناك الكاترونيا، أحضر الكلاسيكو. آه معناها عرفت وإن الموضوع. شاء الله يكون برشلونة. احنا وصلنا للختام، واتمنى انه برنامجنا كان خفيف على السادة المشاهدين. بالختام عباس، خلينا نتحدث انا وياك بدقيقة في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد، ولازم كل احنا نتبع تعليمات خلية الأزمة، وكل احنا لازم نتعاون مع الفرق الطبية من اجل حمايتنا في خصوص هذا الموضوع. بدقيقة شنو تقول يا عباس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة ما يعيش العراق والعالم بصورة عامة اختبار حقيقي، ولابد انه احنا ناخذ هذا الاختبار على محمل الجد، وخصوصا نعم الاتباع للارشادات الصحية والاجراءات الوقائية اللي تقوم بها كوادر دار الصحة البصرة ودوائر الصحة في كل محافظات العراق. حقيقة جهود كبيرة للكوادر الطبية اللي جاي تعمل ليل مع نهار، وكذلك لرجال الامن، لحكومة البصرة المحلية. ايضا نبعث برساله للعوائل ذوي الدخل المحدود، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يفرج عنهم ويعني يشد على ازرهم ان شاء الله. واكيد يعني الخيرين ما ناسين هاي العوائل. لكن حبيت اتطرق الى موضوع جدا مهم بثواني استاذ علي. نعم تصديق الشائعات المغلوطه، الشائعات المغلوطه اللي تداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي. الرجاء نعم اخوان، الرجاء اخواني، يعني حقيقه انا مرارا وتكرارا، لربما عملنا حمله اللي هي عقم ذاتك، لربما وصل لك شعار من نعم عندها، زين، نعم هاي الحمله انه هي التوعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالرجاء من عندكم توخ الدقه واخذ الحيطه والحذر في اي خبر ينشر الا من مصدره الموثوق. تمام فيجب اتباع الاخبار من مصادرها الموثوقه، حتى لا تكون مصدر ذعر وهلع ورعب في نفوس الناس وفي نفوس الآخرين.